حياكم الله جمهورنا في قناة العراقية الرياضية، ونحن ننقل لكم ولليوم الثالث على التوالي بطولة كأس العراق لكرة الصالات للسيدات. بعد قليل سيلعب فريق الزوراء مع فريق فتاة بابل. يعني فريق الزوراء هو قادم من فوز، وبالنسبة لفريق الفتاة اللي هو خسر في مباراة سابقة. للحديث عن هذه اللعبة وهذه البطولة يتحدث إلينا الدكتور سامر سعد مدرب نادي الزوراء. حياك الله. حياك الله، أهلا وسهلا. شلون استعداداتكم اليوم؟ استعداداتنا جيدة مثل ما تشوفين، اللاعبات حماس كبير الحمد لله والشكر. احنا البارحة فزنا، جينا من فوز كبير، ايضا قوامة 10 اهداف. اليوم نحاول نعزز نتيجتنا، نحاول ايضا نعطي فرص اكثر للاعباتنا بشكل كامل. تنتظرنا مباريات مهمة، احنا نلعب البطولة خطوة خطوة وان شاء الله نحو اللقب. ان شاء الله. تحياتي. الله يخليك.